اوكي يا عم بدنا ننام. لك يا عبدو شو بيك دخلك بدنا ننام؟ طيب حياة شو بعمل بركب كاتم يعني انه انا مبسوط فيها الحزوقة ما انا كم وانا كم مش هنقدر ننام. طيب شو بعمل؟ وبكره عندي فحص الشفهي. ليك بكره بنروح عند الحكيم وبنشوف شو بنلاقي لك حل. طيب بس بكره دغري بعد الجامعة بنروح عند الحكيم. اها بس من هلا لبكره شو بدنا نعمل؟ من هلا لبكره بنزل بنام تحت. ايه ممنونك عبدو سوري. ايه بس انه يقلق واحد احسن ما يقلقوا اثنين. معك حق. حرام عبدو سوري. شو وياني معك؟ حزوقتك منا مرض عضوي، معدتك ما بقى شيء، صحتك حديد اسم الله، شغلي شغلي نفسية، أنت عطيها أهمية أكتر من اللزوم، نسيها بقى. وأنا بنسيها بس هي بتنسانيش، مش هيك أبودي؟ تصديقاً على كلامك. كان يضربوك أنت وصغير؟ لا. فزعين من شيء أنت وصغير؟ لا. معقد من شيء أنت وصغير؟ لا. حكيم؟ ما في شيء سؤال هو كبير؟ روق ما تقطش الجلسة، بكفي سمحت لك تفوت. عفوا. استرخي يا عبدو، رخي أعصابك، ما تفكر بشي، غمض عينيك. شو شايف هلا؟ هلا شايف؟ ما شايف شيء. فتحهم على السريع، شو شايف هلا؟ شايفك إلك. ما بيك شي، قوم. حكيم، صار فينا نحكي؟ مبروك، ابن خيلتك صح. يعني راحت الحزوقة؟ راحت. ما لاحظت انه ما حوزق كل الجلسة؟ مظبوط. العلاج النفسي هو العلاج الانسب للحزوقة. مرسي حكيم، كلك ذوق. قداي بتريد؟ 60,000. شربت الحشيش يا ابن بلدي؟ اي نعم. شو حاسس؟ ايتها راحت. اكيد راحت. ممنونينك حكيم. انا مش حكيم، انا فلاح بلدي، بساعد ولاد بلدي باعشاب بلدي. الله يديمك يا بلدي. ايه شو بتأمرنا يا بلدي؟ 50,000 كرمالك خصوصي. 30,000 كرمالك، كرمال ولاد بلدي. 10,000 كرمال ولاد بلدي. روحوا، ما بدي شيء، لك ما بدي شيء يا ولاد بلدي، ما بدي شيء. أول مرة بتعلق عليك هالقد؟ لا، آخر وحدة مزبوطة، بس هوديك عملتهم قصد مشان يرخصلنا. هي مزبوطة مزبوطة.